الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه اسمها intersection over union او اي او يو. لما بنكون شغالين في الاوبجكت ريكوجنيشن دايما في الاخر او معظم الالجوريزمز يعني بتطلع لي في الاخر باوندينج بوكس حوالين الاوبجكت، يعني بوكس زي كده. فاحنا ساعات بنبقى عايزين نعرف ان الالجوريزم ده يعني يعتبر كده كويس ولا، يعني الاكيورسي بتاعته كويسه ولا ايه. فاحنا بنبقى عايزين نميجر الاكيورسي بتاعه الالجوريزم ده. فبنعمل حاجه زي كده ازاي؟ واحده من الحاجات اللي بنستخدمها كميجر ان هي بتساعدنا ان انا احدد اذا كان الالجوريزم ده صح او غلط او ان هو اكيوريت بنسبه قد ايه، اللي هي الاي او يو. يبقى الاي او يو دي يعتبر ايفالويشن متريك، يعتبر اي ايفالويشن متريك في الاوبجكت ديتكشن الجوريزمز او الاوبجكت ديتكشن ميثودز. طبعا لو احنا مش عارفين يعني ايه ايفالويشن متريك، الايفالويشن متريك دي حاجه زي الاكيورسي كده في الكلاسيفيكيشن او الروت مين سكوير ايرور في الريجريشن. طبعا على حسب انت بتعمل ايه، يعني انا مش هعرف مثلا احسب الاكيورسي في الريجريشن، يعني انا عايزه احسب الميثود دي شغاله صح بنسبه قد ايه. فلو انا بعمل كلاسيفيكيشن اقدر ان انا احسب الاكيورسي للطريقه دي او للميثود دي، لكن لو انا بعمل ريجريشن مش هقدر اعمل احسب الاكيورسي لان الريجريشن ما بيطلعليش. يعني مثلا جيت قلت ان المكان ده السعر بتاعه كذا، فانا عملت ريجريشن الجوريزم بيقول ان انا ببريدكت ان سعره كذا. فلو انا كنت قلت ان هو 1000 وبعدين انا بريدكت ان هو 1000 ونص، ما ينفعش اقول 1000 ناقص 1000 ونص، ما ينفعش احسب الاكيورسي بان انا بطرح البريدكتد ناقص التروث زي الاكيورسي. ببدا احسب حاجه اسمها روت مين سكوير ايرور. ففي ايفالويشن متريك مختلفه يعني. وبرضو بالنسبه للاوبجكت ديتكشن ميثودز انا عندي ايفالويشن متريك ثانيه اسمها اي او يو. طبعا اكيد في طرق ثانيه غير كده. بنستخدمها ازاي؟ طبعا انا بيكون عندي الباوندنج بوكس ده، لو فرضنا مثلا الاحمر بيربريزنت الجراوند تروث، ان انا عملت اوبجكت ديتكشن الجوريزم واوبجكت ديتكشن ميثود او اوبجكت ريكوجنيشن، وفي الاخر الالجوريزم ده طلع لي ان الازرق ده او الاسود ده هو البوكس اللي انا بقول فيه ان ده فيه عربيه، وير ان الجراوند تروث اللي انا دربته عليه وقلت له ان العربيه دي موجوده في البوكس ده. فانا عايز احسب قد ايه هو قريب من الصح او قريب من الاحمر، فابدا احسب الانترسكشن. فهي دي فكره الاي او يو، ان انا ببدا اشوف ان الباوندنج بوكس اللي هو بيريبريزنت الجراوند تروث حصل بينه انترسكشن قد ايه بينه وبين الديتكتد بوكس او اللي هو البريدكتد الناتج الالجوريزم يعني في حاله التست. هو في الحقيقه اسمه انترسكشن اوفر يونيون، يعني ببدا احسب الانترسكشن اللي هو المربع الاخضر ده وبعدين ببدا احسب اليونيون وبعدين بقسم ده على ده، بحسب الانترسكشن اوفر يونيون يعني الانترسكشن على اليونيون. فببقى عايزه طريقه استخدمها عشان احسب الانترسكشن بتاع الصندوقين دول، وطريقة تانية تحسبني اليونيون واقسم الاثنين على بعض هيديني رقم، ولنفرض مثلا 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10. كل ما الرقم ده كبر كل ما كان الانترسكشن عالي، كل ما كان ان ده منطبق على ده بنسبة كبيرة. فكل ما الاي او يو تكبر كل ما كان الالجوريزم بتاعك ده افيشنت احسن او اكيوريت اكتر، لكن لما الاي او يو يبقى قليل قريب من الصفر او قريب من 1 من 10 والحاجات الصغيرة دي، يبقى هو كده مش اكوريت، او كده احنا بنضطر نغير الالجوريزم او نحسنه لان هو كده مش بيديتكت بنسبه كويسه. فعشان احسب الاي او يو بيساوي الاريا اوفر اوف الاوفرلاب على الاريا اوف اليونيون او مساحه الانترسكشن او الاوفرلاب على المساحه بتاعه اليونيون او الاتحاد. فتلاقي الاريا دي كلها على والاريا الانترسكشن على الاتحاد كله. بنسمي الاي او يو ساعات ان هو ميجر اوف اوفرلاب، يعني يعتبر حاجه بستخدمها عشان اشوف قد ايه انا عملت اوفرلاب بين التو باوندنج بوكسز اللي هو البوكس بتاع الجراوند تروث والبريدكتد الجراوند تروث بوكس والديتكتد او البريدكتد باوندنج بوكس. بنحسب حاجه زي كده ازاي؟ انا عايز احسب الانترسكشن اريا، فمحتاجه احسب الطول والعرض بتاع المستطيل اللي لونه ازرق، ومحتاجه هنا برضو احسب الاريا بتاع دي. فممكن اعملها مثلا ان هو
الطول والعرض بتاع الاريا دي والطول والعرض بتاع الاريا دي، ومضطره طبعا ان انا اشيل الانترسكشن لان انا كده حسبته مرتين. بس خلينا نعملها واحده واحده، لان انا عايزه اجيب البسط اللي هو الاريا اوف الاوفرلاب، فانا عايزه اجيب الانترسكشن بتوين تو بوكسز. فالانترسكشن ده عباره عن لو الباوندنج بوكس عباره عن مستطيل والباوندنج بوكس الثاني عباره عن مستطيل، فالانترسكشن هيبقى عباره عن مستطيل برضو. فعشان اجيب الاريا بتاعت المستطيل اللي هو الازرق ده، يبقى اجيب الطول في العرض. فانا محتاجه اجيب الطول ومحتاجه اجيب العرض. بنحسبها ازاي؟ يعني ببدا يعني يعني ببدا اعمل حاجه زي كده، ان انا الانترسكشن اريا بيساوي الانترسكشن ويدث في الانترسكشن هايت. طبعا ده ويدث وهايت، ما اعرفش ايه انترسكشن ويدث في الانترسكشن هايت. عايزين نجيب الانترسكشن ويدث ازاي والهايت ازاي، وبعدين اضربهم في بعض يديني الانترسكشن اريا. طيب دلوقتي انا لو معايا، لو فرضنا مثلا ان انا الاحداثيات بتاعتي بتبدا من هنا، النقطه صفر هنا، وبزيد في اتجاه الاكس كده، بزيد في اتجاه الواي كده، وبزيد في اتجاه الاكس كده. تمام. فانا عايز احسب النقطه دي. دلوقتي انا عندي بوكس هنا، انا دلوقتي عندي البوكس ده مثلا، اوكي، الازرق والبوكس الاحمر، خلاص. فانا ببقى عايزه احسب الطول بتاع المنطقه دي والعرض. فالطول هو عباره عن المنطقه دي اللي هو من عند النقطه دي لغايه النقطه دي، وطبعا النقطه دي هي النقطه دي لان هي اكس، هي نفس الاكس، دي ودي نفس الاكس. فانا لو حسبت النقطه دي يبقى كاني حسبت النقطه دي، ودي ودي هي الطول، دي ناقص دي هي الطول. النقطه دي لو عرفت اجيبها ناقص النقطه دي يبقى انا كده جبت الطول. وبرضو العرض او اللي هو الجزء ده كده عباره عن النقطه دي ناقص النقطه دي. النقطه طبعا دي ودي الاثنين مع بعض في الواي، يبقى عندي الواي ده ناقص الواي ده. طبعا انا متخيل ان انتوا فاهمين يعني ايه اكس ويعني ايه واي. فالاكس هو الاحداث السيني، والواي الاحداث الصادي، او اللي هو ده الهوريزونتال وده الفيرتيكال، او ده الافقي وده الراسي. فانا دلوقتي عايزه اجيب ال يعني سويت طول او العرض مش مشكله، بس انا عايزه اجيب ده طوله قد ايه الحته دي كده. فلو انا عرفت اجيب النقطه دي والنقطه دي هطرحهم من بعض، صح؟ وعشان اجيب النقطه دي انا هعتمد على ان انا اجيب النقطه دي وتبقى دي هي دي. ليه؟ لان النقطه دي والنقطة دي الإكس بتاعهم واحدة. يعني لو أنت مشيت كده، مشيت كده، كنت الإكس مثلا دي ب 10، أوكي؟ أنا مثلا نقول دي 9، عشان أوصلها بس. النقطة دي 9، النقطة دي 9، ودي 9، ودي 9، أوكي؟ فأنا لو عرفت أجيب النقطة دي بكام؟ هيبقى هي النقطة دي، فدي هتبقى دي ناقص دي. صح كده؟ فأنا عايز أجيب النقطة دي والنقطة دي وأطرحهم من بعض. وبعد كده ده مثلا خلينا نسميه الطول أو العرض، أو نسميه الطول مثلا. بعدين أجيب العرض اللي هو النقطة دي ناقص النقطة دي. دي ناقص دي. لو عرفت أجيب دي تمام، لكن دي مش هعرف أجيبها، بس ممكن أجيب نقطة تانية مساوية لها في الواي، لأن أنا بطرح الواي، الواي دي، الواي اللي هي دي، الواي دي ناقص الواي دي. اوكي، انا عايز اشوف دي بكام مثلا. خلينا نقول بخمسة، اي رقم بخمسة، ودي بتسعة. طبعا انا بقول اي رقم، خلينا نسميها 8 عشان ما اتلخبطش، يعني افتكر ان كل حاجة 9. دي 8 مثلا. اوكي، فانا عايز اقول ان الرقم ده ناقص الرقم ده، عشان لما باجي من الصفر للواي كده بكبر، فانا عايز اقول 8 ناقص 5 عشان يديني رقم بس اللي هو بيريبريزنت الطول او العرض. ف 8 ناقص 5، فانا اجيب النقطة دي ناقص النقطة دي يديني قيمة الحتة دي. فطبعا لو انا مش عارف اجيب النقطة دي، ممكن اجيب النقطة دي، اوكي، اجيب الواي بتاعتها بكام، لان هما طبعا واضح ان دي 8 ودي 8 ودي 8 ودي 8، الواي بتاعتهم 8. انا اجيب الواي دي وهتبقى هي الواي بتاع دي، ويبقى دي ناقص دي. فهمنا كده؟ فانا عايز اجيب الانترسكشن اوفر يونيون اللي هو عباره عن بسط على مقام. البسط عباره عن الانترسكشن على المقام اللي هو الاتحاد.
فالانترسكشن بيتجاب من خلال البوكس ده، البوكس ده عباره عن الطول في العرض عشان اجيب الطول. خلينا نسمي ده الويدث، مش مشكله مع انه شكله اكبر بس مش مشكله، وهنا في المعادله مسماها الويدث. فالويدث ده عباره عن النقطه دي ناقص النقطه دي. اوكي. طب احنا خلينا ناخد المودلس او اللي هو الابسوليوت. يعني عم اقول ده ناقص ده، هي ده ناقص ده، يعني مش موضوعنا دلوقتي الاشاره، بس انا عايزه اقول النقطه دي ناقص النقطه دي. ولو عايزه اجيب العرض او الاحداثي ده اقول ده ناقص ده. اوكي. فعايزه اجيب الانترسكشن ويدث اللي هو بيتكلم عليه فرق الاكسات اللي هو ده. اعمل ايه؟ اجيب النقطه دي ازاي؟ اجيب النقطه دي اصلا ازاي؟ وبعدين اجيب النقطه دي ازاي؟ ان انا عايزه اجيب طرحها. النقطه دي لو خدنا بالنا هنلاقي ان لو جيت قارنت الاكس دي بالاكس دي فناخد الماكسيمم بينهم. انا دلوقتي ما عنديش في الدنيا دي خالص غير الاكس 11 والواي 11 اللي هي النقطه دي الاولانيه بتاعت الصندوق الاحمر. وبعدين الصندوق الاحمر عنده ليه احداثي تاني اللي هو الاكس 1 2 والاكس 1 والواي 1 2 اللي هو الصندوق الاولاني بنسميه واحد، والاكس بتاعته اللي هي اليمية دي اسمها اكس واحد واحد واحد، والواي دي اسمها واي واحد واحد. واحد الاولانيه عشان انا بتاع الصندوق ده، والواحد الثانيه ان انا بقول النقطه الاولانيه، وهنا الاكس 1 2 لان انا في الصندوق الاولاني اللي هو الاحمر، و2 اللي هي لان النقطه الثانيه في الصندوق ده، ودي واي 2 لان هي النقطه الثانيه في الصندوق ده. فانا بالنسبه، وكذلك طبعا الصندوق الثاني عنده نقطتين اللي هو الاكس 2 2 وواي 2 2 واكس واي 2 1 وواي 2 1. 2 لان انا الصندوق الثاني، وواحد لان انا النقطه الاولانيه في الصندوق الثاني، و2 اللي هي دي لان انا النقطه الثانيه في الصندوق الثاني. طبعا اي هوب ان الدنيا تبقى واضحه، بس انا يعني بشرحها بالتفصيل عشان ايه لو حد مش واخد باله. فانا عايزه اجيب الانترسكشن ويدث اللي هو طرح الاكس دي ناقص الاكس دي. عشان اجيب الاكس دي اصلا هي عباره عن عندي اكس اكس اهي اكس 2 1 واكس 1 1، ولو الاحداثي ماشي من الصفر لكده يعني من ده الصغير وده الكبير، المفروض ان دي الصغيره ودي الكبيره. فانا عايزه اجيب دي، يبقى اجيب الماكسيمم بين الاثنين دول، الماكسيمم بين الاثنين واحد والواحد واحد، اجيب الماكسيمم بين الاثنين واحد والواحد واحد، هيطلع لي النقطه دي. اوكي. بعدين انا عايزه اجيب النقطه دي عشان اطرحهم من بعض، اتفقنا ان النقطه دي هي النقطه دي، صح كده؟ فانا عايزه اجيب النقطه دي، اجيبها ازاي؟ ممكن اقول ان هي عباره عن المينيمم بتوين النقطه دي والنقطه دي، لان انا عندي اكس 2 1 2 واكس 2 2. مينيمم ليه؟ لان انا ماشيه من الصغير للكبير، ودي اللي قابلتني الاول ودي بعدين، فاعتبر دي الصغيره وانا عايزه دي، فهقول المينيمم بتوين الاكس 1 2 والاكس 2 2، الاكس 1 2 والاكس 2 2. في كل الاحوال هلاقي، في كل الاحوال هلاقي النقطه دي، طبعا يعني خلينا نصغر شويه، كل الأحوال هلاقي إن النقطة دي هي أصغر من النقطة دي. فأنا عايز أجيب الفرق، فأقول دي ناقص دي، دي ناقص دي، النقطة دي أهي، بس الإكسات يعني الإكس بتاع النقطة دي ناقص الإكس بتاع النقطة دي. فيبقى الإنترسكشن ويدث عبارة عن المينيمم اللي أنا لسه جايبها، اللي هو المينيمم بتوين النقطة دي والنقطة دي اللي هي دي، ناقص الماكسيمم بتوين النقطة دي والنقطة دي اللي هي النقطة دي، فهيبقى المينيمم ناقص الماكسيمم. أوكي. نفس الفكرة بالظبط، لو عايز أجيب الإنترسكشن هايت هيبقى عايز اجيب النقطة دي والنقطة دي واطرحهم من بعض. فالنقطة دي لو هجيبها من خلال الاحداثيين دول اللي هو الواي والواي، فلاقي ان النقطة دي الواي بتاعتها يعتبر هي المينيمم، لان انا هنا بالنسبة للواي انا ده الصفر وده يعني من الصغير لكبير. فالنقطة دي ده اهي وده اهي، دي كانت الصغيرة ودي كانت الكبيرة، فانا هجيب الماكسيمم، صح؟ انا عايزه، مش عايزه واي واحد، انا عايزه واي 2 1. يبقى الماكسيمم بتوين الواي 2 1 والواي 1 1، يبقى الماكسيمم بتوين الواي 1 1 والواي 2 1 هجيبها، هجيب النقطه دي. وبعدين عايزه اجيب النقطه الثانيه اللي هي 8، اتفقنا لو ما عرفتش اجيبها اجيب الواي دي لان هما ليهم نفس الواي. فالنقطه دي عشان اجيبها يعتبر هي الايه، المينيمم بتوين الواي دي والواي دي، لانها طبعا هي دي اللي فوق اهي ودي اللي تحت. اوكي. فهيبقى الانترسكشن عباره الهايت، انترسكشن هايت عباره عن النقطه دي ناقص النقطه
سوري النقطة دي ناقص النقطة دي، والنقطة دي هي المينيمم، والنقطة دي هي الماكسيمم. فكده أنا عرفت أجيب الانترسكشن ويدث، وعرفت أجيب الانترسكشن هايت. فممكن أضربهم في بعض يديني الانترسكشن اريا. أوكي، طيب. فطبعا اتمنى ان كده الدنيا تبقى واضحه بالنسبه ان انا جبت الانترسكشن، وجبت الانترسكشن اللي هو الانترسكشن ويدث في الانترسكشن هايت، طبعا اللي هي الايه الهايت هنا. ماشي. طيب لو عايز اجيب اليونيون، الاريا اوف اليونيون اللي هو المقام، اعمل ايه بقى؟ طبعا يعني حاجه ستات، او يعني انا اتمنى تبقى سهله يعني بالنسبه لكم. انت لو جبت الاريا دي اللي هو الطول ده، الطول ده في العرض ده، انت كده طبعا جبت مساحه المستطيل ده. اوكي، وجمعت عليه مساحه المستطيل ده اللي هو الطول ده زائد العرض ده، يعني الطول في يعني الطول ده في العرض ده، ايه اللي هيحصل؟ يعني انت كده جمعت، جبت مساحة المستطيل ده زائد مساحة المستطيل ده، وانت بتجمع المنطقة دي يعتبر جبتها مرتين، لان انت في ده مساحة ده جبت الانترسكشن معاك، ولما جيت جبت مساحة ده جبت الانترسكشن معاك، فانت كده المنطقة دي اتحسبت مرتين لو انت بتجمع ده زائد ده، مساحة المستطيل الازرق زائد مساحة المستطيل الاحمر. اطرح منهم بعد كده انترسكشن اريا علشان اقدر اجيب اليونيون، وما اقدرش ما اكونش حسبت الايه الانترسكشن مرتين. فاليونيون اليونيون اريا بيساوي مساحه المستطيل الاولاني زائد مساحه المستطيل الثاني ناقص الانترسكشن، مساحه المستطيل الاولاني زائد مساحه المستطيل الثاني ناقص الانترسكشن. طبعا مساحه المستطيل الاولاني عباره عن ضرب حاجتين في بعض اللي هو الطول في العرض، مساحه المستطيل الثاني عباره عن ضرب حاجتين في بعض اللي هو الطول في العرض، وبعدين ناقص الانترسكشن. الطول في العرض الاولاني طبعا احنا فاهمين يعني ان عشان تجيب الطول ده والعرض ده، عشان تجيب الطول محتاج تطرح الاكس دي ناقص الاكس دي، اللي هو مثلا اكس واحد اتنين ناقص اكس واحد واحد، اكس واحد اتنين ناقص اكس واحد واحد. وعايز تجيب الارتفاع ده هيبقى اكس واحد اتنين ناقص اكس واحد واحد، لان طبعا دي كبيره، فاكس واحد اتنين ناقص اكس واحد واحد، فاكس واحد اتنين ناقص اكس واحد، سوري الواي، يعني الواي واحد اتنين ناقص الواي واحد، واي واحد واحد يديك الطول في العرض. نفس الفكرة في التاني، لو عايز تجيب الطول في العرض، اللي هو طرح دي ناقص الاكس دي ناقص الاكس دي، او العكس طبعا دي ناقص دي، احنا عايزين نشوف المقياس عشان بس ما يبقاش في اختلاف في الشرح، دي الكبير ناقص الصغير في الاكس، والكبير ناقص الصغير في الواو. بقى الاي او في الاخر عباره عن انترسكشن اريا على اليونيون اريا. في ارقام يعني هقدر اجيبها من خلال البوكس الاولاني والبوكس الثاني. ايه الاحتمالات بقى الكتيره لل الاي او يو؟ ممكن تلاقي الباوندنج بوكس بتاع البريدكتد اكبر. طبعا احنا مش مشكله بقى ماشي، خلينا نقول ان الاحمر زي ما شارحين عادي، الاحمر ده هو البريدكتد والاخضر ده هو الترو. اوكي، او المفروض يماتش عليه اكتر يعني. فلو انت عندك الاحمر هو البريدكتد والاساس يعني الاساس هو الاخضر، فالانترسكشن هنا يعتبر كبير. بص، هو لما يكونوا الاثنين على بعض الانترسكشن بيساوي واحد، قصدي الاي او يو بيساوي واحد، لان هو اليونيون بيساوي الانترسكشن، هيبقى رقم على نفس رقم يديله واحد. يعني عامة ده الاشكال الكتير اللي ممكن تقابلنا لو انا بعمل اي او يو. ممكن يجي لي البريدكتد على تروس جراوند تروس، او ان هو اكبر منه، او ان هو اصغر منه بكتير، او ان ممكن يجي لي اشكال كده اكبر كتير جدا، او ان هو ممكن اصلا ملوش علاقه بيه.
ده هورزونتال وده فيرتيكال مثلا حاجه زي كده. ف هنا ممكن يكون الانترسكشن صغير جدا وهنا الانترسكشن صغير. هو طبعا لازم يكون اقل من واحد لان اصلا واحد ده معناه متطابق. الاقل من واحد انا اعتقد ان الاحمر ده هو الجراوند تروث وده اكبر منه. لا سوري، الاحمر ده هو البريدكتد والاخضر ده هو المفروض يبقى قد بالظبط يعني. يعني بصرف النظر الاي او يو لما يكون اقل من الواحد دي حاجه مش كويسه، بنحاول نقرب من الواحد. لو وصل للزيرو دي أسوأ حاجة، لو وصل لحاجة فوق الزيرو يعني كده دي أسوأ حاجة. كل ما كان قرب وقرب من الواحد يبقى كويسة جدا. ده كده بيقول لك إن هو أقل من الواحد قوي لأن الانترسكشن أقل، يعني المنطقة اللي هو انترسكت فيها قلت، في فرق كبير بين الاتنين. هنا الفرق قليل فيعتبر ده أحسن، يعني ده أحسن واحد خالص. بعدين ده بعدين طبعا لأن في الانترسكشن تاني، بعدين مثلا ممكن يكون ده، بعدين ده. فيعني أهو طبعا الفكرة تبقى واضحة. هي الفكرة بس ان ما ان ما يعني ما فيش حاجة بتهايلايت ان مين فيهم الجراوند تروث ومين فيهم البريدكتد، بس اني anyway واي دي الايه الانترسكشن بينهم واليونيون. بنعرف ازاي ان الـ ان الاي او يو يعتبر باد ولا جود؟ ان جنرال يعني الريسيرشرز حطوا كريتيريا ان الاي او يو لو كان اكبر من 6 من 10 انت كده تمام فيما فوق يعني، لكن طول ما انت اقل من 6 من 10 فانت كده طبعا ما ينفعش، لان طبعا الانترسكشن كده قليل. لو الانترسكشن اقل من الستة من عشرة فانت كده يعني بعيد خالص عن الجراوند تروث. ده ما يمنعش طبعا ان ممكن انت في الكود بتاعك او الالجوريزم بتاعك تزود عن 6 من 10 زي ما انت عايز وتنديكيت حاجه زي كده يعني. طيب الانترسكشن اوفرفلو ممكن استخدمه في ايه؟ ممكن استخدمه طبعا احنا قلنا عشان بحسب الكواليتي، يعتبر كواليتي ميجر في البريدكتد باوندنج بوكسز. يعني لو انا عندي باوندنج بوكس بريدكتد ببدا ان انا اشوف اذا كان هو صح ولا غلط بان انا بقارنه بالجراوند تروث من خلال الاي او يو، بحسب الايه الانترسكشن على اليونيون. وطبعا ممكن استخدمه في اللوس فانكشن او اللوس وانا بقارن او ان انا بحسب الاكيورسي او بايفاليويت اليولو الجريزم. وبرضه ممكن استخدمه في حاله النون ماكسيمم سبريشن اللي هنتكلم عليها بعد شويه. لو انا عندي اكتر من باوندنج بوكس ممكن استخدم عايز اختار احسن باوندنج بوكس او بيست بريدكتد بوكس، يبقى دي الفكره بتاعت النون ماكسيمم سبريشن. بعملها ازاي؟ من خلال الاي او يو. طيب هل الاي او يو بيستخدم بس في الباوندنج بوكسز؟ ممكن نستخدمه في التكست. ازاي؟ ان انت ممكن يبقى عندك تكست 1 او تكست 2. تكست 1 ذا كويك مثلا براون فوكس جامبس اوفر ذا ليزي دوج، والبوك اللي اسمها ايه السنتس الثانيه ذا كويك ريد بوك ريد فوكس جامبس اوفر ذا ليزي تيرتل. هنلاقي ان في بعض الكلمات في السنتس الاولانيه متشابهه مع الثانيه ومختلفين في كم كلمه، فانا عايزه اعرف اللي هو الجملتين دول متشابهين في كام كلمه او بنسبه قد ايه. فبنحسب حاجه اسمها جاكارد اندكس، طبعا يعني بصرف النظر عن المسمى بس انا بحسب الاي او يو يعني بتاع التو سنتسز دول. لو انا دخلت في مجال السنتس فبنسميها جاكارد اندكس، اسكور ذات انديكيت او كومبير تو سنتسز لبعض. وبيعامل اتش سنتس على انها سيت اوف ووردز، بيبدا ياخد كل وورد ويبدا يعد الايه الكلمات اللي فيها ويشوف الانترسكشن. هيلاقي ان ذا كويك ذا موجوده في الاثنين وكويك موجوده في الاثنين، فوكس في الاثنين، جامبس واوفر وذا وليزي موجوده في الاثنين. فهنلاقي ان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ال 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دي 9 كلمات في الجمله الاولانيه، وواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، 9 كلمات في ال ال في ال في السنتس الثانية، واليونيون بتاعهم 10 لأن هو يبدأ يشيل الانترسكشن. الانترسكشن هيحسبه هنا وهنا ويبدأ يشيل الانترسكشن مرة فهيبقى 10، لأن هو مثلا 9 و9 18 نشيل منهم معرفش 18 ولا إيه، 9 و9 18 نبدأ نشيل منهم الستة
يبقى 12، يعني مش عارفة الصراحة اليونيون بالظبط ده صح ولا ايه، بس هو عامة بيبدأ يحسب نفس الفكرة في انترسكشن، اشوف ايه الكلمات اللي موجودة في التو الجملتين زي كويك فوكس جامس اوفر ليزي، وتقريبا هو زي عشان موجودة مرتين ما حسبهاش لانها زي وزي، عشان كده فتسعة وتسعة نخليها 8 و8، 8 و8 16، لما شال منهم 6 بقت 10. اوكي فهو ازاي بس. المهم لو عايز اعملها واحده واحده، الانترسكشن زي كويك فوكس جامبز اوفر ليزي، الست كلمات دول موجودين في الجملتين، واليونيون بتاعهم ان هو بيبدا يحسب دول كام، 9 ويشيل زي، و9 ويشيل زي يبقى 8، 8 و8 16، ابدا اشيل الانترسكشن بينهم اللي هو الستة، لان الانترسكشن حسبته مره، يا ذا كويك براون دي حسبتها هنا وذا كويك حسبتها هنا وهنا، فهيشيلها ما هيشيلها هيسيبها مر من جمله مره ويشيلها من الثانيه، فيبقى ناقص 6 يدينا 10، يبقى الجاكرد اندكس او الاي يو للسنتنس دي بتساوي الانترسكشن اوفر اللي هو 6 على 10، 6 من 10. اوكي طبعا ده يعني اللي هو ايه، يعني رقم مش احسن حاجه او مش شبه بعض قوي، بس عامة دي ازاي بتحسب، والانترسكشن يونيون اوفر يونيون ممكن نستخدمها للسنتنس. ده كان الانترسكشن اوفر يونيون، هو ايفالويشن متريك للاوبجكت ديتكشن الجوريزمز، وبنستخدم فيه حاجات كتيره زي اليولو الجوريزم، او ممكن نستخدمها في الكي مينز، وممكن نستخدمها في النون ماكسيمم سبريشن، ممكن نستخدمها في السنتنسز برضو، اقارن الجمل ببعض، وبتحسب بطريقه سهله جدا، بس بيفترض ان انت الدنيا عندك باوندنج بوكس، يعني مش متخيله ازاي ممكن تعمل الحاجه دي في الماسك ار سي ان ان لو هو ما بيطلعش باوندنج بوكس، بيطلع كونتور حوالين الحاجه بس. ان anyway واي هو بيصدم اكتر في اليولو، او بيصدم في الحاجات اللي بتطلع ريكتانجولار باوندنج بوكس. اوكي وكل ما كان الاي او يو كبير كل ما كان دي الجزء بتاعك كويس، وده طبعا شرح الدنيا بتمشي ازاي، وطبعا الدنيا تبقى واضحة، وإن شاء الله أتقابل في فيديو تاني. أوكي.